ليست مجرد انتخابات تشريعية تفرز نوابا وكتلا تقود المشهد السياسي، بل هي أكثر من ذلك. ففي فرنسا هناك قناعة مشتركة بأن سادس انتخابات برلمانية مسبقة في البلاد ستكون منعطفا حاسما في عمر الجمهورية الخامسة، ويرتقب أن تكون الأعلى مشاركة من قبل الفرنسيين. سأنتخب الجبهة الشعبية لأنها تدافع عن قيم مهمة ضد العنصرية أيا كان شكلها، وهذا بالنسبة لي أمر طبيعي. ومن جهة أخرى نطمع في الحصول على بعض الإجراءات فيما يتعلق بملف البيئة، وهو ملف غائب تماما عن هذه الانتخابات. نعم سأنتخب غدا، فهذا أمر مهم، يجب أن ننتخب من أجل فرنسا، وسأنتخب ضد الجبهة الشعبية للحفاظ على حرياتنا، سواء كان ذلك في مارسيليا أو في أي مدينة فرنسية أخرى. قناعة ازدادت معها وتيرة المنافسة واستمرار الأحزاب في تعبئة الشارع لآخر دقيقة، ففي وقت تؤكد استطلاعات الرأي ثبات تصدر التجمع الوطني وحلفائه من اليمين بنسبة تصل إلى 36%، يتهمه منافسوه باتباعه خطاباً عنصرياً ومحاولة إقحام جدل حول من سيتولى دور قائد القوات المسلحة، وهذا الأمر سيزيد من صعوبة التعايش، إضافة إلى استغلاله الفشل الاقتصادي لجذب الكثير من الطبقات الشعبية والوسطى، وتوظيف أزمة الهجرة وملف العدوان في غزة والحرب في أوكرانيا. سأنتخب غداً. بالنسبة لي هناك رهانات كثيرة، خاصة وأن التجمع الوطني يتصدر الاستطلاعات، وهذا أمر مخيف ولا يعكس قيمنا، فهم يكنون العداء للكثير من الأشخاص، وبالتالي وصولهم إلى السلطة أمر خطير للغاية. ومع تأكيد معسكر اليسار عزمه عدم الاستسلام، معتبراً أن هناك حاجة إلى قوة هادئة تقود الحكومة الفرنسية، ترتفع حمى الترقب ومعها سيناريوهات حول طبيعة المرحلة المقبلة وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.